الواثق يستحي ولا يخجل، يستحي ولا يخجل. إذن لما يجوني ناس ويجلسون عندي ويؤذن ويؤذن، لما لا أستطيع أن يقول لهم يا جماعة خلونا نصلي نرجع بعد الصلاة، خجل. هل هذا حياء أم خجل؟ خجل. هذا خجل. لذلك أقام وهو يقيم ونسمعه وأنا أسوي كذا برجلي وأنا متوتر الآن، ودي أقول لهم بس أنا مستحي، لا أنا خجلان، أنا في تلك اللحظة جبان، في تلك اللحظة جبان، ما استطعت أني أعبر، أنا جبان. خاصة في الدين والله أعتبره جبان صراحة، في كل شيء، في كل شيء جبان. إذن واحد، الثقة مطلب شرعي. هناك من الناس من لا يترك لحيته خشية ألا يتقبلها الناس، كلام يطلع شكلي شين، وع ما أطلع حلو، ما يتقبلني الناس، هذا عند الثقة نازلة. هناك من النساء من تنمص وهي تعرف عقوبة النمص لكن تريد أن يتقبلها الناس، عندها الثقة نازلة، مسكينة. إذن هو مطلب شرعي لما يكون عندي ثقة ما يهمني والله شكلي، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله لم يقل أجملكم ولا أطولكم ولا أحسنكم بشرة ولا أزينكم شعرا ولا أجملكم قامة، وإنما قال أتقاكم. هذا هو الميزان، اللي عنده الثقة يكون هذا ميزان، اللي ما عنده الثقة ممكن تنمص، ممكن يحلق لحيته من أجل أن يكون شكله زين يتقبلها الناس، ربما يترك لحيته علشان يتقبلها الناس على الأقل في محيطه. يسبل ثوبه، إسبال الثوب هي نصف سنتي، أنا أسميه ذنب لا طعم له، ما في شيء. الغنى يطرب الإنسان، الزنا جلكم الله قد يستمتع لحظات، الربا قد يستفيد، أما إسبال الثوب ما في شيء، وهي كلها نصف سنتي يرفعه وينتهي كل شيء، لا هو يبغى ينزل نصف سنتي علشان يتقبلها الناس. وبالتالي وجود ثقة عند الإنسان مطلب شرعي بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه، احنا نقول الثقة ضدها احتقار النفس، النفس تقدير الذات، والثقة ضدها احتقار النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ الصحابة يسألون، رهبان، فرسان، صوام، أبطال، ما في أحد يحتقر نفسه، وكيف يحتقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يكون في مقام، في مجلس زي هذا، يكون لله فيه مقال، شاف غلط لازم يتكلم، ثم لا يتكلم، سكت، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة يا عبدي لما لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول خشيت الناس، فيقول الله عز وجل له الله أحق أن تخشى.